الجبن تبع السؤال مثل ما شايفين هاي اف اوف اكس، فنحن حنبلش من هون. اوكي، هيدا نمبر بس عشان تكونوا عارفين شو عم نحكي هلا. هيدا نمبر 14 عندكم بالكتاب، بيج 44 كان عندكم يوم. هو بلش السؤال بالاف اوف اكس، اي باور ماينس 2 اكس ماينس 2 اي تو ذا باور ماينس اكس بلس 1. اول بارت كانت كالكوليت ليميت اوف اف اوف اكس از اكس تنس تو بلس انفينيتي اند ديوز ان اسمبتوت دي، سميها على اسمبتوت دي. ما حطلع هي هورزنتال اكيد. بنجيب الليمت هون كثير سهل كثير واضحه، الليمت على بلس انفينيتي مثل ما شايفين اي تو ذا باور ماينس انفينيتي بتروح زيرو، هون كمان اي تو ذا باور ماينس انفينيتي بتروح زيرو، فهول اثنين جمعوا زيرو بيبقى عندي هون بلس 1، فبيطلع الجواب ايكوال تو شو؟ ايكوال تو الليمت على ماينس انفينيتي هي عفوا على بلس انفينيتي ايكوال تو 1، معناتها بنستنتج انه ذا لاين واي ايكوال 1 بتكون عاوزين تكتبوا هورزنتال هو كتبها باللغه اذا احنا عارفين كلمه هورزنتال بس كرمال انه يعرف التلميذ انه هذا اللاين شكله هوريزونتال، بس هي في فكره التلميذ وسميتني طبعا هون اسمتوت تحديدا هات وات، يعني انتبهوا على الجهه الثانيه هلا مش حيكون في اسمتوت هات بلس، يعني راح ينتهي الكيرف عامل اسمتوت على الواي بارل او سميها دي لانه حيرجع يسال شيء عن البي هلا بعد شوي حيسالكم عن انترسكشن للكيرف معنا، بس لهلا نحن ما في شيء نعمله هون غير انه برهنا انه عندنا هوريزونتال اسمتوت. هلا طبعا راح يروح على الليمت الثاني، هننزل لتحت. اوكي. هلا بالنسبة لهالبارت. هون سائل سؤالين، سائل جيب الليمت على الماينس انفينيتي وجيب الليمت للاف اوف اكس اوفر اكس. هلا هيدا لأنه جي اس مجبورة، يعني حتى جي اس حتى لو ما سألوا عنها لهي هو لازم يجيبها. ليكو بس يطلع الليمت على الانفينيتي انفينيتي عادة إذا ما في أوبليك أسمتوت مثل هون معناتها بده يحدد التلميذ إذا هي عاملة دايركشن بارلل على الواي أو دايركشن بارلل على الإكس. فالتلميذ الجي إس هذا الشيء إجباري، أنتوا لإلكم أكيد ما رح تعملوا. أنتوا أكثر شيء شو بيعمل؟ بيقول لك جيب الليمت وبيقول لك حدا مثلا كالكوليت إف لفاليو نيجاتيف مثلا إف لماينس 1. بتطلع معكم رقم شوي كبير 7 أو 6 أو كذا، بتعرف إنه دايركشن بارلل على الواي. فهمتوا كيف؟ بس نحن هلا هيك موجودة فينا نحكي عنها، مالنا أزمة. يعني تعلمتوها مش مشكله. هلا هون هو دغري شو عمل؟ الليمت على الماينس انفينيتي بس تحط على جنب هون شو هي الاف اوف اكس، لانه حاحتاجها هون سؤال. الاف اوف اكس هي اي تو ذا باور ماينس 2 اكس قد ما فيني بدي احاول اوضح الصوره ماينس 2 اي تو ذا باور ماينس اكس بلس 1. طيب هلا هون التلميذ عارف انه معوض يعوض اول شيء، يعني هلا الكل لما جاب الليمت اول شيء عمل سبستيوشن، هو دغري فاد بالحل. فهمتوا كيف؟ بس لكم هو ليش عمل فاكتورايز؟ هو اللي عمله لما عوض هون محل اكس ماينس انفينيتي شو طلعت معه؟ يعني هلا نحن اذا بدنا نجيب بس ماينس انفينيتي هون بس عشان اذا حدا بده ينقلها لهيدي او يصورها ما في مشكله فيكم بس نخلصها يا نعيم هلا هيك صورها بس نخلصها هون انت اذا عوضت شو رح تطلع معك؟ اي تو ذا باور ماينس ماينس انفينيتي فوق عندكم 2 تايمز اكس مضروب بماينس ها؟ يعني هي ماينس 2 ضرب ماينس انفينيتي يعني بلس انفينيتي يعني هي بلس انفينيتي هاي اللي حدها شو راح تصير؟ ماينس 2 اي تو ذا باور ماينس اكس كمان هون اي تو ذا باور ماينس اكس هي بلس انفينيتي ضرب ماينس تصير ماينس ماينس انفينيتي ناخذ اي باور ماينس اكس كومن فاكتور انتم معوضين تكتبوا هاي حط انت لما تصور بتروح لتلاقي حل هون ما فيني اطبق لوجيكال هلا هيدي فيك تصورها يا معي اوكي هيدي هون لان انت فورم ساعتها انا شو بدي اعمل شو الحل تبع البلس انفينيتي ماينس انفينيتي ان نعمل فاكتورايز طبعا هون كان فيني اخذ فاكتورايز انا الاي باور ماينس اكس كله وفيني اخذ الاي باور ماينس اكس هو اخذ الاي باور ماينس اكس لما جينا اخذنا الاي باور ماينس اكس شو بقي من الاولى؟ بقي منها هي زادها وحده اي باور ماينس اكس والثاني ماينس 2 ماينس 2 الثالثه انت عوض تحطها 1 اوفر اي باور ماينس اكس صح؟ صحيح هو حب يتصدق عليكم قال لكم انه 1 اوفر اي باور ماينس اكس هي زادها مين؟ اي باور فيك تعملها هيك وفيك تخليها 1 اوفر يعني ما مش هي على الحالتين زيرو ايه بالضبط فهمتوا كيف هو لاحظ انه 1 على اي باور ماينس اكس بتطلع لفوق بتصير اي باور اكس رح تصير هلا اي باور ماينس انفينيتي هلا رجع عوض هيدي صارت واقعه بس انفينيتي ليه؟ لانها صارت هيدي هون كمان اذا حابين تلموها رح تصير الاولى بلس انفينيتي انتو الثاني طلع اي باور بلس انفينيتي هي بلس انفينيتي ماينس 2 بلس اي باور ماينس انفينيتي هي 0 بالضبط بلس شو هون؟
هون في 0 او 1 على انفينيتي 0 او هون e to the power minus infinity بالحالتين هذه 2 هون بالحالتين شو بقي عندكم بلس انفينيتي ضرب بلس انفينيتي هي شو راح تكون بلس هذه مش حاطين فيها عشان نفكر ماشي وضحت كيف طلعت معكم هيك بتكون طلعت بلس انفينيتي طيب هلا بالنسبه للليمت للاف اوف اكس اوفر اكس انا صراحه ما بتهمني هون بس قوم يحل لكم اياها هو شو عمل؟ هو اجى عمل نفس الكومن فاكتور فوق وتحت تركها اكس هو اعتبر انه هيدي هلا هن بيعتبروها قاعده انا ما اعطيتكم اياها يعني. انتم عندكم قاعده بتقول ليمت على البلس انفينيتي لاي باور اكس اوفر اكس ايكوال تو شو؟ هيدي رول مش عم نستعملها كثير بس هيدي رول منطقيه الاكسبوننشال كثير اقوى من مين؟ من البولينومي هي بلس انفينيتي صح؟ لما بتجي هون بتحط انت محل بلس انفينيتي ماينس انفينيتي محل الاكس ماينس اكس بتطلع هيك فهو هون اعتبر هاي الاي باور ماينس اكس اوفر اكس بحد ذاتها هيدي بلس انفينيتي كارول وجوا عوض بلس انفينيتي عفوا سوري هذا رح تطلع معكم طبق اللوبيتال رول هون سوري شو بدكم اللي عم يقولوا هذا الشيء مش صحيح يعني في ماينس لك هون شو عملنا؟ هون انت رح تطبق شو هلا؟ الاتش ار صح؟ لانه رح تصير فوق انفينيتي وتحت شو كمان؟ انفينيتي. اذا بتعملوا فوق ديريفيتيف وتحت ديريفيتيف رح تطلع اخر شيء ماينس 2 اي ماينس اكس. وهيدي هون بلس 2 فرح يبقى في عندك برا ماينس رح تطلع اخر شيء ماينس اكس. ماشي؟ شو بدكم باللي هو كاتب؟ هو مش كاتب تفاصيل هون. انا اصلا هيدي ما بتهمني، خلص كنسلوا لي اياها بس هي مش صعبه هي بتعمل الفراكشن وبتطبق اللوبيتال رول بتعمل ديريفيتيف فوق لهي وديريفيتيف تحت وبترجع بتعمل كومن فاكتور مش مهم هلا استاذ انا اخذت انه اعلى مونوميال ايه فيني اخذها؟ على الماينس انفينيتي ايه فيك تاخذها كمان مظبوط يعني فيك تاخذ الاي باور ماينس 2 اكس لحالها على اكس اوفر اكس وبتطبق اللوبيتال رول بتطلع ماينس انفينيتي صح 100 اوكي المهم اخر شيء حيطلع هذا ماينس انفينيتي شو الفكره؟ الفكرة انه الليمت لهذا الفراكشن عن انفينيتي انفينيتي معناتها عندي دايركشن اسنتيتي دايركشن بارلل على الواي اكسس يعني واي برايم واي هو اسنتيتي يعني معناتها انه الكيرف منطلق بهذا الشكل نحن برهنا انه الليمت از اكس تاندز تو ماينس انفينيتي بلس انفينيتي الكيرف منطلق من فوق بهذا الشكل بارلل على الواي اوكي واصل لهون ها هلا هون في عندكم دي وعلى البلس انفينيتي راح يكون واصل لهون يا من تحت يا من فوق هلا الليمت لاف اكس اوفر اكس لازم تطلع الرقم لتكون الدايركشن ما راح تطلع الرقم تطلع يا انفينيتي يا زيرو اذا طلعت زيرو بتكون الاكس برايم اكس اسمت في اه اوكي فهمت في هون طلعت يعني لو كان طالع زيرو كان طلع الكيرف هيك مش هيك فهمت في هي بس كرمال يحدد التمييز الدايركشن تبعها انتم كالاس لتحددوا لانه هاي ملغيه هو بيسالك جيب لي مثلا كالكوليت اف اوف ماينس 1 تطلع مثلا عالي كثير معناتها اه هو ما حيجيب لنا انه كالكوليت مثل هيك لا هيدي انتم كالاس ملغيه هذا لانه دوره الجي اس هيدي مجبورين فيها الجي اس حتى لو هو ما سالهم اياها هن لازم يجيبوها يعني تلميذ الجي اس اذا الليمت على الانفينيتي انفينيتي وما عنده اسمبتوت عاديه هو لازم يجيبها لهيدي ليحدد الاسمبتوت دايركشن فهمتوا كيف؟ هي اجباريه بس انت لا فهمتوا؟ هلا بيهمني عرفنا الليمتس لكن على جهه بلس انفينيتي في عندي اسمبتوت هلا حتطلع هون هلا طبعا ممكن تنزل لي لا شيء استاذ مش من فوق صح هي اذا كانت نازله بس من فوق بس هي رح تطلع على اسمبتوت الكيرف هو نازل هون حيطلع له حيطلع شكله هيك نازل هون ولا هيك رح يطلع هلا بنشوفه بعد هلا اجى دور الدرج طيب هون بدنا نكتب شوي بهذا الفراغ بدنا نعبي هون بهذا الفراغ بالنسبه للبارت 3 تبع الدرج بده تيبل اوبريشن ودرج تيبل كثير واضح بس حنشوف كيف طلعت الديريفاتيف سهل كثير هي اذا بتعملوا ديريفاتيف للاي باور ماينس 2 اكس رح تطلع معكم ماينس 2 اي تو ذا باور ماينس 2 اكس هي والديريفاتيف للاي باور ماينس اكس هي ماينس مضروب بماينس 2 بتصير بلس واضحه يا شباب يا صبايا الديريفاتيف ما فيها شيء ما في لا يو تايمز في ولا يو اوفر في ولا شيء كل اللي استعملناه انه اي تو ذا باور اي اكس هي اي تو ذا باور اي هون فرقت معكم القصة على ساين يعني هاي اللي برا لو كانت بلس كانت طلعت هيدي اولويز شو بوزيتيف ما تنسوا الفاينانشال از اولويز بوزيتيف بس طلعت وحده ماينس وحده شو وحده بلس قام اجى اخذ 2 اي ماينس اكس كومن فاكتور فينا نعمل هيك لانه 2 كومن فاكتور والهون بيناتهم في دي تو 4 ماينس اكس
بقي عنده هون ماينس اي ماينس اكس هون بلس بقيت عنده. اول شغله هي امبوسيبل ايكوال تو زيرو، الثاني هلا هون هو مش عامل صور، انا حاعمل لكم صور هولي كمان لطف معين. انت بعدك معنا مش هيك؟ ايه بروح اذا عملت هون صور لهي ايكوال تو زيرو مثل ما قال زكريا الاولى ما الى اي خلص الاكسبوننشال از اولويز شو بتكون ستريكت بوزيتيف، يعني انت رح تعمل صور بس لهي 1 ماينس اي باور ماينس اكس بتكسر سولف عادي مثل ما بلشنا اي باور ماينس اكس اي 1 اي باور ماينس اكس اي باور لان 1 اكس ايكوال زيرو. لحظه هلا بتحكي عن شغله في غلطه مميته عدم التمييز الجيدين كمان الشاطرين هذا ماينس اكس هون شو لان 1 مش معناتها اكس ايكوال لان لماينس 1 او لماينس 1 ما بعرف الوحده مش هيك مش هيك كانت وقتها ماينس اكس ايكوال شيء على الاي لان هي شيء هيك في حدا حط اكس ايكوال ماينس 1 هلا كنا عم نحكي معهم شوي. المهم لان 1 هي 0 اذا ماينس اكس هي 0 يعني اكس ايكوال شو هون ايكوال اتفقنا هيك بتكون طلعت هلا حطينا بتحطوا الاكس بينكم هون الاف للزيرو بتحسبوها بتطلع معكم ايكوال شو 0 بدا شيء هيك الكليت مش عارف يعني اذا بتعملوا سبستيتوت الاكس اللي بدي اي باور 0 هي طبعا هيدي ماينس 2 هيدي 1 طيب نيجي للتيبل بنحط هون 0 هون هلا هون انا ما بنصحكم تلعبوا على قصه الاي اذا بوزيتيف او نيجاتيف هون القصه بتضيع هون الساين تبع البرايم ديبيندز اون ذا بتوين براكتس اللي هو 1 ماينس اي ماينس اكس هون اذا بتساين بدك تصير تضرب الماينس هون بالماينس فوق تبع الاكس فهمتوا كيف؟ يعني ماينس ضرب ماينس بلس بتصير افتر بلس وبيفور ماينس. بس انتم بلا ما تشغلوا بالكم بهالقصه يا بتجربوا فاليو يا اذا بدكم اذا عندكم ثقه بحالكم باللمتس انتم لما جبتوا هلا الليمت على الماينس انفينيتي قد ايه طلعت؟ بلس انفينيتي يعني نزول كيرف منطلق من البلس انفينيتي معقول يعني اكيد ديكريزنج اكيد حينزل هو بده ينطلق من هذا الفاليو هو البلس انفينيتي اعلى شيء هون بده يطلع بعد انتم كيف طبيعي يكون شو؟ طبيعي يكون نازل وبالتالي هون طبيعي يكون نازل. فينا نعمل هيك لا نجرب فاليو ولا شيء الا اذا انت مش متاكد من الليمت وناطر الديريفيتيف هذا صار الموضوع فهمتوا كيف؟ بس هون اذا الليمت على ماينس انفينيتي بلس انفينيتي خلص اكيد نازله لعند الاف اوف زيرو وهون اكيد طالعه هون الليمت كمان اذا طلع 1 على 1 زيرو لل 1 اكيد بتطلع وبالتالي اكيد هون بلس يعني فينا نلعب هالالعاب اوكي فصار الكيرف المينيموم تبعه زيرو يعني هالفانكشن على فكره طلعت اولويز شو اولويز positive as always positive or equal to zero ماشي يعني فيها تسفل فيها تكون negative بس هي اكيد positive ما عندها ولا فادي منها نازله من الدايركشن من سامبل تكون من الواي فاي معي ل 0 0 لل O يعني عندي horizontal تاني هون وراجعه طالعه لل horizontal اوكي يس هون مش الحال هيدا التيبل اوف جدا بسيط هاي البارت 4 اذا بدكم فيكم تستغلوها لتفهموا شوي الفلكشن بوينت يعني انا صراحة ندمت اني ما اعطيتكم الفلكشن بوينت اول السنة بس هيك كنا كرمال الوقت وكذا هي طبعا موجودة بس هو انا عارف انا بعلم تيبل اوف ساين هي فكرة الفلكشن بوينت هي بتعملوا سكند ديريفيتيف يعني بتعملوا ديريفيتيف للديريفيتيف بتسفروها بتطلع بتسفر على فاليو معين ولازم تعمل تشينج ساين يعني تتحول من ماينس لبلس او من بلس لماينس هلا هو مش كاتبها بس كاتب بس كاتب كلمة تشينج ساين بس هو عارف شو بيعمل التلميذ انا شو بعلمه بيعمل تيبل مثل هيدا اللي فوق بس بدل الاف برايم شو بحط هون؟ اف دبل برايم وتحت بحط الاف هيدي بنسميها كونكافيتي كونكافيتي يعني اذا عامل كونكيف ابورد او 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 داون يعني اذا الكيرف عم ينطلق من ديكريز لانكريز هيدي بنسميها كونكيف ابورد او من انكريز لديكريز هيدي بنسميها كونكيف داون كيف يعني على الكونكافيتي تبعها لما بتكون الاف دبل برايم نيجاتيف بتكون داونورد لما بتكون بوزيتيف بتكون اب فهون بنعمل تيبل اوف ساين بنحط هون مثلا ماينس هون بلس وهون بنحط ما عادش بنحط الفيزن طبعا بنحط بس داونورد وابورد هي الفلكشن بوينت فكرتها انه السكند ديريفيتيف بتسفر على فاليو معين بس بدون ما تحافظ على ساين واحد يعني بدها تعمل تشينج ساين مثل هون يعني بدها تنتقل من ماينس لبلس او بلس بهالحاله بتكون انت عندك هي بس بتستقل بس هلا هي مش مفروض طيب عشان هيك حتشوفوا بالكيرف هلا هو حط الدبليو هلا بقول لكم شو الفكره منها
شو بتعني جرافيكال انفكشن؟ هي نقطة ال شو بسموها هيدي الانعطاف بسميها بالعربي. نقطة الانعطاف يعني بالكواع انتوا طالعين مثلا طرق الجبل او طرق تاني جنوب او اي شيء بكل منطقة بلبنان في طلعات يعني انت وطالع انت وانكريزنج او انت ونازل بيكون في كوع قوي هذا اللي بحط لكم اشارته هيك بحط لكم هيك السهم تبعه هيك بتشوفون له شغلات هيك هيك بحط لك اشاره هيك هون اه موجود بالشارع هيدي النقطة هون يلي انت انعطفت منها يلي انت بتكون شايفها بتكون حاطط لك اياها لاقول لك انتبه انه هون في منعطف في خط نازل هيدي النقطة بنسميها نقطة الانعطاف كنت طالع او تنزل يعني انت وطالع لما بتعمل كوع وبترجع بتغير الدايركشن تبعك بس بتضلك طالع هيدي النقطة هون بنسميها هيدي النقطة حلو تعرفوها بعدين الا ما تستفيدوا منها بشكل خاص اوكي طيب هلا بنروح للبارت 5 البارت 5 كان بده الانترسكشن بوينت للكيرف مع الاسمتوت تبعه كرمال تحطها على الاسمتوت يعني بدنا نعمل انترسكشن للكيرف مع الاسمتوت هون نطلعه يعني بتعملوا صور لاف اوف اكس ايكوال الاسمتوت طلعت 1 هي هي الاسمتوت ماشي بتروح ال1 بتاخذ هون اي باور ماينس اكس كومن فاكتور بتصير اي باور ماينس اكس انتو اي باور ماينس اكس ماينس 2 ايكوال تو 0 الاي باور ما فيها تكون ايكوال تو 0 يعني هذا اللي جوا ايكوال تو 0 يعني اي باور ماينس اكس ايكوال شو هو حتى دغري هيك هلا هي المفروض تحط انت ماينس اكس ايكوال شو هون لان 2 ضربت هون وبالتالي بتصير اخر شيء اكس ايكوال شو يعني التقى الكيرف مع الاسمتوت على اي بوينت ماينس لان 2 والواي تبعها اكيد ايكوال شو فهمتوا؟ هيدي كثير مهمه على فكره هيدي حتى لو هو مش سائلها انت لازم تعملها هلا هلا انت عم ترسم الكيرف هو نازل هون يطلعه لما نازل من بلس انفينيتي لزيرو قاطع بال1 يعني قاطع بالهوريزونتال اسمتوت نفسها هيك يعني انت هيدي الفاليو بدك تجيبها عند كل الاحوال هي طلعت معنا ماينس يعني تقريبا ماينس 0.7 اوكي تسمعوني يا شباب يس طيب صار عندنا كل القصص الكافيه لنرسم الجراف بس نحطوا قد شيء بسيطه مع انه هو شاردها للبير فوق مش لازم تكون هيك لازم تكون فرد على الواي هلا طيب فيني محي انا مش هيك يا نعيم كنت عم تصور انت ايه صورت استاذ طيب هلا بنجي للكيرف تيبل اوف فاريشن مذكرينه ولا بدكم نرسم ثاني هون؟ اي عصر رح ارسم بس الفاريشن ما رح احط هون عندي هون عندنا دومين ماينس انفينيتي بلس انفينيتي نازلة عند زيرو طالعة هون في بلس أول شيء بنعمله بنرسم الأسمتوت الأسمتوت الوحيدة هون هي واي ايكوال تو 1 هي لاين طيب ارسم هذا هو مكبر سكيل هو اختار مكبر سكيل هلا مش ضروري مكبر سكيل هو كبر سكيل يعني اخذ كل اثنين مبين كثير كبير يعني في مش حتطلع معهم واسع طيب اخذ هون الواي ايكوال تو 1 ورسم اللاين دي هذا اللاين دي رسمناه هون هو واي ايكوال تو 1 اوكي هون ماشي الحال بالعطف هي يلا طيب لحظه بدي اعمل ستوب شير قبل الرسم اهم شيء خليكم ثانيه هلا راح الجاي بالبعدي يلا لكن هوني عنا f of x هوني عنا minus infinity 0 plus infinity هوني عنا الكيرف نازل بعدين هون طالع هوني على 0 هون plus infinity هون كثير هوني عنا d هو اوبليك ليه ما نزلها هيك كأنه parallel على الواي No. هي بس الفكره الانطلاقه ما عجبتني هلا يمكن لانه هي على الرسمه على الكمبيوتر بس ما بتاخذها 100% لانه هي لانه اللاين هون الاكسس مش مطوله كثير 1 بياخذ سكيل كبير كثير عشان هيك يعني هذا لازم يكون اعلى بكثير لكن 1 قد ايه حرتها هون حرتها على نص الواي لو معتبر السكيل اصغر ما كانت بينت هي المفترض انتم بس تنطلقوا بدكم تنطلقوا هيك كثير واضحه هون بس هيك هلا مش مشكله هذا الكيس هو نازل قطع الواي اكسس هلا جبناها بالبوينت ماينس 10 تو 1 هيدي الماينس 10 هي تقريبا ماينس 0.7 يعني
نازل الكيرف من هون هي نازل لهون لعند الزيرو زيرو عامل هورزونتال تانجنت موجودين تانجنت نازل هون هلا رجع طلع لوين؟ للاوبتيكا عامل رسم هون طلعوا بالدبليو مثلا هي اللي جبناها هون السكينه كيف عامله؟ طلعت على الاضافه اللي عملتها يعني هون هو طالع بعد الدبليو بصير كانه بلش يغير مساره بعده طالع بس غير مساره باتجاه ثاني هون بيكون عم ينتقل من كونكيف ابورد لكونكيف داون هي يعني بتكون عم بتحس حالك عم تطلع انت بترجع بعدين بتلف كانك عم بتحس حالك عم ترجع تنزل فهمت كيف بس انت بعدك طالع يعني غيرت مسارك بس تغيير المسار هي بنسميها انت وطالع او انت ونازل بتكون ممكن تكون انت ونازل يعني بكره بتصير تشوف انت جرافيكالي الكيرف اذا في انفكشن بوينت ولا لا هيدي مثلا هيدي البارت ما في انفكشن بوينت يعني نازله بارت صحبه ما في تغيير مسار هون فهمت كيف هون لا انت وطالع امتى لو ما كان في انفكشن بوينت المفروض شو كانت تعمل الكيرف هون المفروض كان تكفي هيك عادي فهمت بس هون لما عملت هيك ورجعت طوعت هيك هيدي التقويعه اسمها بس هيك هلا هي مش مطلوبه وضحت الرسم يا شباب يس البارت سنة بس انا انفليكشن بوينت ما كثير فهمتها انه عم بشرح طيب ما قد ما فيني شرحتها مش اشرح الدرس كله هي فكره انفليكشن بوينت لما السكند ديريفيتيف بتسفر عليها وبتعمل تشينج ساين بتعني جرافيكالي جرافيكالي بتعني انه هي نقطه الانعطاف بس عم بعطيك اياها بالعربي يعني عم بشرح لك اياها عم بعطيك امثله على الطرقات على كذا ما في لك انك تشرحها اوكي هي اذا بدكم كمان التينجنت عليها بتخترقها يعني هون اذا بدكم ترسموا تينجنت انتوا عليها لهي ايه حتطلع هيك فيها مره من تحتها ومره من فوقها هذه كمان اكثر شيء بتميزها يعني كان كثير اوقات يقول لكم عن فيكشن بوينت اسمه لي تينجنت ليتميز فيها التلميذ ممكن بكره تشوفوها كثير بدورات هيك انت في كثير تينجنت مبين انه اخترقته بنقول عنه ذا تينجنت بروسيس انت في كان هذه نزلتها بس هي فكرتها انه نقطه انعطاف بس انت وطالع بتبلش تقوي طيب بكل لحظة خلينا نرجع هون انتبهوا للاريا كيف طلبها ارجع شوي للسؤال لفرجيكم كيف طلب السؤال تبع هون كان اندايركت شوي السؤال يعني هون اللي مش راسم الرسمي صح مش راح يحل سؤال الاريا ما حدد لك كل شيء بالتفاصيل طيب خلينا نرجع اوكي ارس ليه شو عم بيقول كالكوليت ذا اريا of the region bounded by the curve C, its asymptote D, y equal to 1, and the axis of ordinates, plus. على ال axis of ordinates بيعرف التلميز انه هيدا المقصود المقصود فيه x equal to شو? x equal to 0. يعني هلا انت عرفت انه بالانتيجرال في طرف من الاطراف 0 يا فوق يا تحت. ما بعرف. بس في طرف تاني ما حدده. انت هلا لازم تعرف من وراء الرسم. احنا متفقين انه الاريا الريجن بتكون دائما مسكره المساحه بتكون مسكره انت عليك هلا تشوف لي شو هو الدومين او شو وين هي الريجن هي اللي هي بين الكيرف والاسمتوت والاكس كوردينتس اتفقنا خلينا ننزل نشوف وانت بتحدد ساعتها وهذا النوع بدي اياكم تعودوا عليه يعني مش كل شيء لازم ندلعكم نحن ونحدد لكم كل الاكس وكل الواي هيدي القارب تبع الاريا هي اصلا سهله يعني الانتجرا سهل كثير هون فهو بده اياك انت تكون رسمه بس صح على الفيديو تعرف هات نحددها سوا اغير بده الاريا بين الكيرف سي هذا الكيرف سي اوكي والدي هذا الدي والاكسس اوف اوردينيتس وين التسكيره هون هيدا الكيرف هيدا الدي وهيدا الواي يعني بده مين؟ بده هون. انتوها؟ هيدي هلا فيك تصورها عشان يعرف انه هون عم نحكي عن شو نحن هلا عن اريا راح اكتب هون. هيدي بتخص الفار تبع فهمتوا يا شباب كيف حددناها؟ بده المساحه للريجن بين الكيرف والدي والواي اكسس. تتسكر. فهلا لحالها تحددوا هي بتعتمد كمان على البارت 5 هي اللي شفتوها هون يعني اذا انت هون مش عارف تعمل سولف يعني مش طالع معك هيدي الماينس 2 ما فيك تحلها فهمتوا كيف؟ طب والميل الثاني؟ ما في ميل ما فيش ميل مسكر ثاني بدها تكون مسكره اوكي الميل الثاني شو بتعمل هون؟ بتضلها مفتوحه هون
بتكون مسكره بين الكيرف والدي والواي اكسس. بتحدد الداتا بتشوف انا بيلتقوا كله مع بعض. انتوا كيف فاهمين؟ هلا هيدي المساحه هي انتجرال من اي طرف؟ انعرف الطرف الاول. بتطلع الطرف الاول ماينس 10 2 هي لعند مين؟ لهون اللي هو زيرو. نحن اصلا كنا ناطرينه هيدا. كنا عارفين انه هو خطه دم. من الماينس لان 2 للزيرو يا شباب مين الاعلى الدي ولا الكيرف؟ مثل ما شايفين واي ماينس اف اكس يعني بالضبط الدي هون ايت وهذا اللاين اللي بنقوط اعلى من الكيرف فبتصير الانتجرال للدي واي له اللي هو 1 انتم عاوزين تحطوا واي دي ماينس صح؟ الواي دي هي مين هون؟ هي ال 1 ماينس تخلص 1 ماينس الاف اوف اكس شو هي كانت؟ اي باور ماينس 2 اكس minus 2e power minus x plus 1 صح؟ أو كله طبعا بتوين شو؟ بتوين براكتس إذا بتشيلوا هلأ البراكت هون رح تطلع معكم هاي وهي دي كتير سهلة ما بدها شيء هاي اوكي؟ هاي دي الانتجرال طبعا ما بدها لا لا تيو ولا شيء هاي دي الانتجرال للe power ax شو هي؟ هي 1 over شو؟ a عكس الدريفاتيف هتنسوهن هولي اشتغلنا كتير عليهم بالانتجريشن فبتصير هون في عندكم ماينس بقى يعني بتصير ماينس 1 على ماينس 2 هون عم تقسم انت على ماينس 2 انتبهوا للساين ها ماينس تطلع لبرا وبيقسم على ماينس 2 بتصير هاف اي باور ماينس 2 اكس وهون كمان اي باور ماينس اكس الانتجرال تبعها بتنيها قاعده هي ماينس اي باور ماينس اكس مضروب ب 2 بتصير ماينس 2 هيدي اذا بتحلوها كلها بتعوضوا مره الزيرو بترجعوا بتعوضوا مره الماينس 2 تطلع هاف يا احمد ما بتطلع 7 اوفر انت بس لفرجيكم كيف اوقات بنغلط اغلاط ما لها معنى ما بتسمعوش الكلمه يعني احمد لانه ما بيسمع الكلمه لكش عنه حب انه هيك انه هو بده يشتغل كل شيء لك كيف خسر علامه هون هيك على الفاضي حرام يعني حل كل شيء صح حط الانتجر وحل البريمتيف صح يعني هاي عنده اياها كانت صح البريمتيف انا قايلكم اللي بيوصل لهون بحق له أوام يرجع يحط الانتجرال لهاي على الكالكوليتر ويعطي جواب. يقولكم هيك ولا لا؟ بلا. طيب يعني كان في أحمد بعض ما وصلنا هون لأنه عارف حاله في احتمال يغلط بالكالكوليشن كان في أوام ينط على الكالكوليتر حتى هو ما قلب خاطره يتأكد على الكالكوليتر الصح ولا لا. تطلع هيدي هاف هو معوض على الزيرو ورجع معوض على الماينس 2 بس خبص بشي محل بالساين بالكالكوليشن طلعت 7 اوفر هي المفروض تكون 1 اوفر فلا شو لا تخسر ربع علامة هيك على الفاضي خلص انتوا الاريا بالنسبة لكم هي ثلاث اجزاء اول جزء انك تترجمها هيدي هاي البارت ثاني جزء انك تحل البريمتيف تاعيتها هاي وثالث جزء انك تعطي الجواب بس انا لتعطي الجواب مش فارقة معي تفرجيني كيف اعطيته طالما ما في هون انون هلا اوكي مرقت وحدة معكم فيها انون اضطرينا نعوض بس هون عندكم ارقام عادية حلوا انتجرال عادي بتقولي ماينس 10 2 0 لها بتطلع اوكي بس بكل الاحوال اللي بده يعوض حيطلع معه اكثر شيء هاف او زيرو مش الحاله هون يس yes. طيب هيك اليوم بنكون حلينا لعند البارت الاولى تعيد الفانكشن بكره حنحل البارت الثاني تعيد اللان اوكي اللان هوني خلص سال سؤال ثاني هلا حنعمل له تيبل اوبريشن وحنجيب الاسمتوت وحنعمل الانترسكشن وحنرسم جراف ثاني بمحل ثاني فهمتوا كيف؟ يعني بكره سؤال ثاني على اللوغاريتم فبدي منكم تكونوا على القليل مذكرين القاعدات تبع اللام لانه كثير في قاعدات حنتذكرها على اللام يعني ان كان بالصغر بلان A بلس لان B وان كان بالدريفاتيف اللام U هي برايم على U الدومين انه اللام ديفايند لما تكون اللي بقلبها بوزيتيف فهمتوا كيف؟ اذا بعمل صغر كيف تنتقل من اللام X للX هول القصص كلهم بكره بدكم تتذكروا اوكي؟ كرمال اللي بعده مش محضر بكره ان شاء الله بنكفي السؤال اللي معكم ماشي؟ تمام Any question؟ سلمتك استاذ بدي اعرف بس مين رجع فات ومين رجع طلع هشام ما عاش فات صح؟ اوكي هشام وادم بس عيسى رجع فات اوكي عيسى فات يلا يعطيكم الف عافية يعطيك العافية استاذ الله يعافيك استاذ يعطيك العافية استاذ يعطيك العافية استاذ